بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي، والنهاردة هنكمل مع بعض محاضرات التعليم الإلكتروني اللي مقرر مراجعة بيه. كنا بدأنا من الأسبوع اللي فات أو المحاضرة السابقة إن احنا نتكلم على مشكلات مراجعة بعض عناصر القوائم المالية، وبدأنا بأول مشكلة بتواجه المراجع الخارجي، النفقات الإيرادية والرأسمالية. النهاردة هنكمل مع بعض الجزء الثاني أو الفصل الرابع، واللي بيتعلق بأحد مشكلات مراجعة بعض عن بنود عناصر القوائم المالية، هو بند المخصصات والاحتياطيات. والمحاضرة أو الفصل ده هيتقسم على محاضرتين، محاضرة النهاردة هنتكلم على المخصصات، والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على الاحتياطيات. ونقول إن من البنود الهامة اللي بتأثر على نتيجة أعمال المنشأة أو مركزها المالي هي مبالغ المخصصات والاحتياطيات السنوية. المخصصات السنوية بتظهر في حساب الأرباح والخسائر، ومجموعها بيظهر في قائمة المركز المالي، لكن الاحتياطيات بتظهر في قائمة المركز المالي فقط. وأساس حسابها هو مبدأ الحيطة والحذر، والمبدأ ده بيقتضي بعدم جواز حساب الربح وتوزيع أي مبالغ إلا إذا كانت تحققت فعلا أو كان في حكم المحقق. وبالشكل ده المخصصات والاحتياطيات بيشدوا انتباه المراجع الخارجي باعتباره مسؤول عن إبداء رأي فني محايد في مدى صحة تعبير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي عن نتائج الأعمال والميزانية في المنشآت. وعلى الرغم ان في اهميه واضحه جدا للمخصصات والاحتياطيات، لكن المحاسبين حتى هذه اللحظه او لحد وقت قريب جدا ما اتفقوش على مفهوم واضح ومحدد لكل منهم، وده ادى ان احنا بقينا بنستخدم اللفظين المرادفين رغم في وجود فرق كبير جدا في المدلول بينهم وكذلك في اهداف كل منهم. وعليه فاحنا هنركز النهارده والمحاضره الجايه ان شاء الله على المخصصات والاحتياطيات، نحاول نفرق ما بينهم ونشوف معنى كلمة مخصصات ايه ومعنى كلمة احتياطيات وموقف المراجع الخارجي من كل من المخصصات بشكل عام والاحتياطيات بشكل عام. هنبدأ مع بعض النهاردة المخصصات، وهناخد في المخصصات مفهوم المخصصات، انواع المخصصات، وهنعرف مع بعض امثلة لبعض المخصصات، واخيرا موقف المراجع الخارجي من المخصصات بصفة عام. هنبدأ مع بعض ونشوف معنى كلمة مخصصات. من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها هو مبدأ ان احنا بنعمل مقابلة للإيرادات والمصروفات. التطبيق المحاسبي السليم للمبدأ ده بيقول ان احنا لازم ناخد في اعتبارنا الأرباح اللي اتحققت في الحسبان، وناخد كل المصروفات والخسائر اللي تخص الفترة سواء اتحققت منها او ما اتحققتش. ده مبدأ الحيطة والحذر، او ده بيتماشى مع مبدأ الحيطة والحذر. يبقى اذا عندي هنا تماشيا مع مبدأ الحيطة والحذر، احنا عشان نثبت او نقدر نقول ان احنا بنطبق مقابلة الايرادات بالتكاليف، يبقى لازم عندي بشوف الايرادات اللي اتحققت فعلا، ولكن بضيف المصروف وباخد في الاعتبار كل المصروفات والخسائر سواء اتحققت او ما اتحققتش. يبقى اذا عندي هنا المصروفات والخسائر اللي المفروض ان انا اخدها في الحسبان عندي نوعين: مصروفات وخسائر معلومة القيمة ومحددة على وجه الدقة، وبالتالي ممكن اقدر اخصصها على ايرادات الفتره اللي وقعت فيها، يعني ايرادات مصروفات وخسائر حصلت بالفعل، تمام، ومصروفات وخسائر وقعت بالفعل او مؤكده الحدوث لكن مش معلومه المقدار، وبالتالي ما اقدرش احددها على وجه الدقه، وبالتالي صعب ان انا احدد نصيب الفتره من الاعباء دي او بشكل دقيق. يبقى اذا عندي هنا رغم ان في صعوبه في تقدير بعض المصروفات والايرادات، لكن ده ما بيبررش ان احنا نعمل اغفال بصوره كليه للنوع ده من الايرادات او النوع ده من المصروفات، لان كده لو احنا عملنا اغفال ليها بصوره كليه يبقى اذا عندي القوائم الماليه مش معبره عن حقيقه نتائج الاعمال والمركز المالي. يبقى بالتالي انا لازم اعمل عمليه تقدير للمصروفات اللي بتخص الفتره او الاعباء اللي بتخص الفتره واحملها على ايراداتها، ولازم اتحرى الدقه بقدر الامكان لما اجي اقدر البنود دي. الاسلوب ده اللي احنا بنقدر بيه الاعباء الغير معلومه القيمه او غير معلومه المقدار، الاسلوب المحاسبي ده اسمه المخصص. يبقى اذا المخصص هنا هو جزء لتخصيص جزء من الايرادات الفتره الماليه عشان اغطي اعباء وخسائر بتخص الفتره الماليه وما بقدرش احددها بصوره دقيقه. وزي مثلا اقرب مثال احنا بناخده عندنا في المحاسبه بنشتغل بيه كتير واحنا في سنه اولى هي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، وكمان عندي مثلا مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه وغيرها. يبقى اذا عندي المخصص هو مبلغ تقدير، تمام. طيب احنا قلنا في اول المحاضره ان في خلط حد، رغم ان احنا بنستخدم مخصصات واحتياطات بشكل كبير، وفي خلط بين المخصص والاحتياطي، ومفيش تعريف واضح ومحدد لكل من المخصص والاحتياطي.
في كتير جدا في كتير من التشريعات الخاصة بأنظمة الشركات في كتير من الدول. لكن القانون الإنجليزي لقى لي تعريف أو قدر يعرف المخصص بأنه هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك أو تجديد أصول ثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول أو بهدف مقابلة أي التزام أو خسارة يمكن التعرف عليها ولكن لا يمكن تحديد قيمتها بدقة. عشان أوضح المعنى وأعمم، ممكن أعرف المخصص على أنه كل مبلغ تقديري بيحمل على حسابات النتيجة لمواجهة أي نقص فعلي في قيمة أي أصل من أصول المنشأة أو لمقابلة الخسائر اللي حدثت فعلا أو محتملة الحدوث، وكذلك مقابلة الالتزامات المؤكدة أو المحتملة الحدوث والتي لا يمكن تحديد مبالغها بصورة دقيقة عند إعداد الحسابات الختامية. خلاص، يبقى إذن عندي من التعريف ده هيوضح أن المخصص هو عبء تحميلي على إيرادات الفترة في المنشأة، ولازم أخد في الاعتبار قبل الوصول للأرباح والخسائر الصافية المخصص. وده معناه أن المخصصات ما بيقفش تكوينها فقط على شرط تحقيق الأرباح. الربح لا يعد مصدر من مصادر تكوين المخصصات، لأن المخصص بيخصم من إيرادات المنشأة مش من أرباحها. خلي بالنا من النقطة دي. يبقى أنا ممكن أكون مخصص وأنا بخسر، لأن أنا ما بحملش المخصص على الربح، أنا بحمل المخصص أو بخصم المخصص من الإيراد. يبقى المخصصات عندي إلزامية وجبة التكوين قبل ما أوصل لنتيجة الأعمال، سواء كانت النتيجة دي إيه، ربح أو خسارة. يبقى معنى ذلك إن في حالة إن الشركة حققت خسائر، هفضل أكون مخصصات وهفضل أحسب مخصصات حتى لو حساب المخصصات ده أدى إن يحصل زيادة مقدار الخسارة المتوقعة. خلي بالنا من الفرق ده، لأن الفرق ده مهم جدا ما بين المخصص والاحتياطي، لأن احنا هنلاقي إن بعد كده المحاضرة الجاية إن شاء الله نعرف إن الاحتياطي ما بكونوش غير لو حققت أرباح، لكن المخصص أنا بكونه سواء حققت ربح أو خسارة، لأن عندي هو بيخصم أو بيتحمل على الإيرادات. خلاص، طيب المخصصات عندي بتظهر في حساب الأرباح والخسائر جنب باقي أعباء الشركة. مبالغ المخصصات غالبا بتكون مبالغ تقديرية، وطبعا بصرف النظر عن درجة الدقة في تحديد قيمة المخصصات دي، فإن تكوينها أصلا بعمله مش عشان أقيم الأصول لكن عشان أقيس الدخل. يعني بمعنى إن أنا لما بكون مخصص الأرباح بتكون معبرة عن الحقيقة. خلاص، ده كده مفهوم المخصصات. طيب دلوقتي بقى هنتكلم على انواع المخصصات. وانا عندي المخصصات بنبص لها من حيث الهدف لنوعين: مخصصات مرتبطه بالاصول، او من حيث الهدف من تكوينها لنوعين: مخصصات مرتبطه بالاصول ومخصصات مرتبطه بالالتزامات. طيب بالنسبه للمخصصات المرتبطه بالاصول دي بتنقسم لمخصصات لمقابله النقص الفعلي في قيم الاصول، زي مخصصات اهلاك الاصول الثابته او مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه. تاني حاجة مخصصات لمقابلة النقص المؤكد حدوثه في المستقبل في قيم الأصول، ولكن أنا ما بقدرش أحدد مقداره، زي مخصص الديون المعدومة لبعض المدينين في تاريخ إعداد الحسابات الختامية. وطبعا أنا ما أقدرش أحدد قيمة المخصص قد إيه، لأن لسه تفليسة المدين ده ما خلصتش، فأنا مثلا مش هعرف أحدد قيمة المخصص. تالت نوع من أنواع المخصصات المرتبطة بالأصول هي مخصصات لمقابلة نقص محدد محتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول، وزي مثلا مخصصات ديون مشكوك في إيه في تحصيلها. تمام، ده أول نوع من أنواع المخصصات من حيث الهدف من تكوينها. تاني نوع عندي اللي هي المخصصات المرتبطة بالالتزامات. والمخصصات المرتبطة بالالتزامات دي بتنقسم لنوعين: مخصصات لمقابلة التزامات مؤكدة، وإحنا بنعمل قائمة المركز المالي بنكتشف ان في وجود التزام مؤكد لكن قيمته مش محددة او معلومة في تاريخ عمل القائمة. عدم المعرفة لقيمة الالتزام ده على وجه الدقة مش بيدي الحق في اسقاطه من الحساب، لكن مفروض ان انا اكون مخصص عشان اقابل الالتزام ده لما يكون محدد القيمة واجب السداد، زي مثلا مخصص ضرائب متنازع عليها. تاني حاجة مخصصات بتكون عشان اقابل التزامات محتملة الحدوث، لكن ما بقدرش احدد قيمتها بدقة في تاريخ اعداد القائمة، فبالشركة المفروض انها بتكون المخصص ده عشان تقابل الالتزام ده، زي مثلا مخصص تعويضات قضائية. طبعا من الطبيعي ان تكون المخصصات المؤكدة او المحتملة تقديرية، انها لو كانت محددة حاليا وجبة الدفع هتدرك ضمن المطلوبات العادية، هتدرك ضمن الالتزامات العادية بتاعتي. طيب ايه بقى امثلة لبعض المخصصات عندي؟
أمثلة لبعض المخصصات. أول حاجة عندي مخصص الديون المشكوك في تحصيل. المخصص ده بكونه عشان أواجه خسائر مقدرة من عدم تحصيل بعض ديون الشركة في المستقبل، يعني هو مخصص للنقص المحتمل في قيمة المدينين كما تظهر بالميزانية. في أسلوبين بتبعهم على ما أجي أكون المخصص ده. أول حاجة أن أنا أخصص نسبة مئوية حكمية من إجمالي أرصدة العملاء. النسبة دي بتعتمد على التقدير الشخصي للمحاسب وعلى خبرته السابقة في التعامل مع الرصيد. يعني إيه نسبة مئوية حكمية؟ يعني هقول أن أنا كل سنة هقسم 10% كمخصص ديون مشكوك في تحصيل، ده كل سنة كده. فبالتالي ده بتخضع، أو النسبة دي تقدير النسبة دي بيخضع لخبرة المحاسب. ده أول أسلوب في التكوين. تاني أسلوب في تكوين المخصص بيكون بناء أن احنا المحاسب بيعمل فحص ودراسة رصيد كل حساب أو كل رصيد من أرصدة المدينين على حدة، وبعد كده يكون مقوم يكون المخصص بناء على أساس الدراسة اللي وصل لها. الطريقة دي اكتر موضوعية طبعا، ان انت بتدرس كل مخصص كل مدين لوحده وكل عميل لوحده، بتعرف ظروفه ايه، وبالتالي تقدر تحدد له المخصص او اللي انت مظبوط طريقة مظبوطة. وبرضو الطريقة دي هي اكثر شيوعا في الحياة العملية، لانها بتقوم على اساس دراسة عمر الدين، والاحصائيات اثبتت ان في علاقة ما بين عمر الدين واحتمال ايه عدم تحصيله. يعني دين انا الدين ده بقاله عندي قد ايه، كان بقاله قد ايه فترة ما اتدفعش، فبالتالي كل ما زاد عمر الدين فعلا في احتمال كبير ان انا ما اقدرش احصل الدين ده. خلاص. طيب الدراسة كمان الطريقة دي بتقوم على اساس ان احنا ندرس المدين ذاته. يعني المدين ده بقى تاريخه معايا ايه، الراجل اللي واخد مني بضاعة او واخد مني حاجة وما دفعنيش فلوسها تاريخه معايا ايه، هل هو مش معانا بس كمان معايا ومع الشركات التانية، هل هو بيسدد دينه بسرعة، هل هو بيتأخر في سداد الدين، هل هو متعسر طول الوقت. دراسة تاريخ الدين ودراسة طبيعة المدين ومركزه المالي ومدى قوة مركزه المالي وعلاقته بيا كمنشأة ومنشآت التانية، ده بيساعدني في ان انا احدد المخصص الديون المشكوك في تحصيلها بدرجة سليمة، وبالتالي الطريقة دي تكون افضل. طيب المراجع بقى دوره ايه في الحتة دي؟ مراجع ايه في دوره في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها؟ دور المراجع الخارجي في الخصوص ده ان هو يتاكد من كفايه المخصص ده. طيب عشان يتاكد، يعني احنا عاملين مخصص مظبوط في ديون مشكوك في تحصيلها، قيمته كويسه، قيمته مظبوطه. طيب عشان يوصل بقى للهدف ده هيقوم بايه؟ اول حاجه عندي هيطلب المراجع من اداره الشركه او انهم يعدوا كشف بالديون المشكوك في تحصيلها، وبعد كده يطلب من اداره الشركه انها تعد كشف يبين الديون المستحقه عشان يحدد المبالغ المتأخر سددها من المدينين. بعد كده المراجع يبدأ يبص على أعمار الديون السابق إعدادها، أعمار الديون السابق إعداده مع الحسابات الشخصية للعملاء عشان يتأكد من صحة البيانات الواردة فين في الكشف. بعد كده يبقى أول حاجة يطلب من الإدارة تعد كشف بالديون المشكوك في تحصيلها، وبعد كده يتعد كشف بقى الديون اللي المفروض نستحقها عشان يحدد المبالغ المتأخرة. بعد كده يراجع كشف اعمار الديون السابقه واللي هو اللي احنا عملناه قبل كده مع الحسابات الشخصيه عشان للعملاء عشان يتاكد من صحه البيانات الوارده في الكشف. بعد كده يرجع بقى لبعض القرائن الاضافيه اللي بتاكد الشك في الدين من عدمه، زي مثلا العميل منتظم في السداد ولا لا، تضخم رصيد العميل، تقدم الدين، يعني هل العميل بيسدد على طول، هل الدين بقى له فتره طويله، هل بيحط على نفسه مديونات ورا بعض. كمان حاجة المراجع لازم يراجع ويستخدم النسب والمؤشرات اللي تطمنه ان المخصص ده كفاية، تمام؟ وفي ضوء ده كله المراجع يقدر يحدد اذا كانت قيمة المخصص، يحدد قيمة المخصص هو بقى يحدده، وبعد كده يقارن قيمة المخصص اللي هو حدده بالمخصص اللي كونته الشركة. لو كان في فرق ما بين ملموس ما بين قيمة المخصص اللي حدده المراجع وبين قيمة المخصص اللي كونته الشركة، يبقى المراجع لازم يطلب من ادارة الشركة انها تعدل قيمة المخصص. لو الشركة ما استجابتش للتعديلات دي فالمراجع عليه ان هو يشير للتقرير ده او يشير للكلام ده في تقريره ان في عدم كفاية لتكوين المخصص او في تضخم في تكوين المخصص. يبقى ده اول نوع او اول مثال من امثلة المخصصات اللي هو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تاني نوع عندي او تاني مثال هو مثال مخصص هبوط اسعار الاوراق المالية. مخصص هبوط اسعار الاوراق المالية، الأوراق المالية عندي ممكن اللي بتملكها الشركة ممكن تكون أصل متداول، وده في حالة أن الشركة تقتنيها لغرض إعادة البيع أو لغرض الاستثمار، سيولة زايدة أو فائض أموال الشركة بصفة مؤقتة.
لو حصل هبوط في أسعار الأوراق دي في تاريخ الميزانية عن قيمتها الدفترية، فمفروض إن الشركة تكون مخصص عشان تواجه الانخفاض ده، وعشان تقوم الأوراق دي ولازم تقوم الأوراق دي في الميزانية بالسعر لأقل التكلفة أو السوق زيها زي أصل تاني، زي أي أصل تاني. إحنا بنقوم في الميزانية بأقل سعر، سواء كان سعر القيمة التكلفة أو سعر الإيه السوق. ده لو الشركة هتاخد هتقتضي الأوراق المالية دي بغرض إعادة البيع أو الاستثمار، يبقى ده أصل متداول. أما لو كانت الشركة بتمتلك الأوراق المالية دي لغرض السيطرة على شركة تانية أو لوجود مصالح متبادلة مع شركات تانية، فالشركة هتفضل محتفظة بالأوراق دي ومش هتقوم بإعادة بيعها في الأجل القصير، تمام؟ وبالتالي في الأوراق المالية دي هتعامل كأنها أصل ثابت، وبالتالي ما اقدرش اعمل لها مخصص هبوط لانها في حاله الانخفاض، الا في حاله اذا كان في انخفاض دائم في قيمتها. طيب يبقى اذا لو اصل متداول هعمل لها، لو انا هقتنيها بغرض البيع او الاستثمار هعمل لها مخصص، لكن لو اصل ثابت يعني هقتنيها بغرض السيطره او وجود مصالح وبالتالي احتفظ بيها لفتره طويله، فبالتالي هتبقى اصل ثابت، هعاملها انها اصل ثابت وبالتالي مش هكون لها مخصص الا اذا هبوط، الا اذا كان في انخفاض دائم في ايه في قيمتها. طيب دور المراجع ايه بقى خلال الحيل المخصص هبوط اسعار اوراق ماليه؟ اول حاجه يتاكد من كفايه المخصص للغرض الاعدي ليه، تمام. تاني حاجه يتاكد ان ما حصلش اي مساس بحسابات الاوراق الماليه والاستثمارات في دفتر الاستاذ العام وتعديلها بالفروق، لان الفروق دي ممكن تكون تقديريه ولا تتحقق بعد. تالت حاجه اذا كان الاستثمار في الاوراق الماليه بيمثل اصل ثابت، فما باخدش التذبذبات اللي بتحصل ما باخدش التذبذبات اللي بتحصل في اسعار السوق للاوراق دي في اخر السنه، ما بحطهاش في اعتباري، تمام. ده تاني نوع من انواع المخصصات، او تاني مثال من مثال المخصصات اللي هو مخصص هبوط اسعار ماليه. تالت مثال معانا هو مخصص هبوط اسعار البضاعه. المنشآت كلها بتمشي على قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل. لما بنيجي نسعر البضاعة المخزون اللي موجود عندها آخر المدة، بضاعة آخر المدة، يعني بنشوف أنهي سعر أقل، التكلفة ولا السوق، ونسعر المخزون آخر المدة بالسعر الأقل، خلاص. لكن عدد كبير جدا من المحاسبين بيفضلوا تسعير البضاعة اللي موجودة آخر الفترة بتمن تكلفتها عشان يكون بيتبع سياسة الثبات وعشان يسهل على نفسه الشغل. لو كانت التكلفة أكبر من سعر السوق للبضاعة دي، فأنا بخصص بكون مخصص بالفرق لو سعر السوق أعلى من سعر سعر السوق أقل من سعر التكلفة، بعمل بكون مخصص اسمه بالفرق ما بينهم، بطلق عليه مخصص هبوط أسعار البضاعة عشان أطبق مبدأ الحيطة والحصر، لأن المخصص هنا بيقابل نقص فعلي أو محتمل في قيمة أحد الأصول، وفي حالتنا دي هو المخزون. طيب المراجع بقى بيستهدف من فحص المخصص ده انه يتأكد من دقة تكوينه وانه بيتماشى مع الانخفاض في القيمة السوقية للبضاعة، تمام. في سبيل بقى ان احنا نوصل للهدف ده، المراجع بيتبع مجموعة من الخطوات. اول حاجة عندي انه يتعرف على الاسلوب اللي اتبعته الشركة في تحديد سعر السوق بالنسبة للبضاعة، وان المنشأة طبقت الاسلوب ده بشكل مستمر من سنة للتانية، يعني في ثبات في تطبيق نفس الاسلوب. تاني حاجة عندي يتأكد ان رصيد المخصص بيمثل اجمالي فروق الاسعار بالنسبة لكل صنف على حدة، وليس اجمالا بنسبة المخزون كله. يعني لو عندي صنف الف وب وجيم ودال، وعندي سعر التكلفة للصنف الف مثلا 4000 جنيه، وسعر سعر السوق 3600، والصنف ب سعر التكلفة 6000 جنيه، وسعر السوق 7000 جنيه، ومثلا صنف جيم سعر التكلفة 2000 جنيه، وسعر السوق 1600 جنيه. يبقى هو هنا عندي لازم يجيب ان فرق الصنف الف 4000 ناقص 3600 400، والصنف جيم 2000 ناقص 1600 400. يبقى انا كده اجمالي يبقى 400 400 800 جنيه فرق المخصص، لان هو 400 للصنف الف و 400 للصنف ب. خلاص يبقى ايه، خدت كل مخزون كل صنف لوحده وجبت فرق الايه التكلفه عن السوق. لو اخذنا باجمالي المخزون مش هيبقى فيه داعي ان انا اكون مخزون، ان ممكن تكلفه المخزون ككل اقل من سعر السوق، تمام. لكن الاتجاه هنا هيكون ايه غلط، يبقى انا لازم اكون مخصص لكل سلعه لوحدها وكده اجمع الاجمالي.
المراجع بيقوم بفحص المخصص بعد ما تنتهي السنة المالية، فبالتالي يقدر ان هو يجيب معلومات عن اوائل الفترة الجديدة بخصوص اسعار السوق، وده بيساعده على فحص المخصص محل الايه المراجع. في ضوء اللي حصل ده كله، المراجع يقدر يحدد قيمة المخصص وبعد كده يقارنه بالمخصص اللي كونته الشركة. برضو لو لقى فرق ملموس في القيمتين فعليه ان هو يطالب الإدارة بتصحيح الوضع والإشارة لده في تقرير. آخر نوع من أنواع المخصصات هو مخصص إهلاك الأصول الثابتة، وده احنا هنتكلم عن إهلاك الأصول الثابتة بشكل مفصل في فصل لوحده، فمش هنتكلم عن المخصص في المحاضرة دي، خلينا نتكلم عن المخصص لما نيجي نتكلم على إهلاك الأصول الثابتة. تمام، يبقى احنا كده خدنا مفهوم المخصصات وعرفنا ان اهم حاجة ان المخصص بيتكون سواء حققت ربح او حققت خسارة، واتكلمنا على انواع المخصصات من حيث الهدف من تكوينها، وفي قلنا في مخصصات مرتبطة بالاصول ومخصصات مرتبطة بالالتزامات، واخدنا بعض امثلة للمخصصات زي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص هبوط اسعار اوراق مالية، ومخصص هبوط اسعار بضاعة، ومخصص اهلاك اصول ثابتة. نيجي دلوقتي نتكلم على موقف المراجع الخارجي من المخصصات بصفة عامة. احنا كل مثال من الامثلة دي اتكلمنا على موقف المراجع الخارجي في المخصص نفسه، في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، في مخصص هبوط اسعار اوراق مالية، في مخصص هبوط اسعار بضاعة، لكن عايزين بقى نتكلم على المخصصات بشكل عام، كل انواع المخصصات ايه موقف المراجع الخارجي منها. طيب تعالوا نشوف بقى دلوقتي ايه موقف المراجع الخارجي من المخصصات بصفة عامة. موقف المراجع الخارجي من المخصصات بصفة عامة، اول حاجة لازم المراجع يتأكد، احنا قلنا ان انا عندي المخصصات من حيث الهدف بتكوينها، في مخصصات مرتبطة بالاصول وفي مخصصات مرتبطة بالخصوم. لازم المراجع يتأكد ان الشركة فعلا مكونة مخصصات، التزمت بتكوين مخصصات سواء كانت مرتبطة بالاصول او بالايه بالالتزامات او بالخصوم، دي اول حاجة. تاني حاجة عندي لازم المراجع يتأكد من كفاية المخصصات للاغراض المكونة من اجلها، سواء بقى من غير مبالغة بقى، سواء كانت المبالغة دي بالزيادة او بالنقص. تمام، وقلنا ساعتها ان المراجع بيبدأ يفحص المخصصات، تمام، ويبدأ يشوف يقدر هو المخصصات ويعمل تقدير المخصصات بناء على الفحص اللي هو بيعمله، وبعد كده يقارن ما بين تقديره وما بين التقدير او ما بين المخصص اللي مكونه الشركة. لو لقى في فرق كبير وفرق ملموس ما بين اللي هو مكونه اللي هو قدره وما بين الشركة، فبيطالب الشركة بالتعديل سواء كان التعديل بالزيادة او بالنقص. لو الشركة رفضت حاجة زي دي مفروض بيفسح عندها في تقرير. تمام، خلاص. ثالث حاجة عندي ان هو يقوم بنفسه بدراسة المخصصات، خاصة ما يكون منها لمقابلة خسائر فعلية او التزامات مؤكدة او المحتملة الحدوث، وذلك في ضوء المستندات والايضاحات والبيانات اللي بتقدم لي والظروف المحيطة اعتمادا على خبرته. لازم يقيم هو بنفسه، او هو بنفسه يقوم بدراسة المخصصات وهو يقيمها بنفسه. تمام، طيب رابع حاجة لازم يتأكد من صحة المعالجة المحاسبية للمخصصات، وان هو بيظهرها في القوائم المالية بشكل سليم، ان المخصص بيظهر بشكل سليم في الجانب المخصص له، تمام، في قائمة الايه المركز المالي. تمام، لان احنا قلنا المخصصات بتقلل قيمة او بتبقى مرتبطة بالاصول او الخصوم اللي هي موجودة فين، في قائمة المركز المالي. كمان حاجة لازم يتأكد ان المخصص ما استخدمش في غير الغرض المعد ليه اساسا، يعني لازم يقول ان المخصص ده انا عملته لانه مثلا خفف هبوط اسعار اوراق ماليه، او مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، يبقى انا استخدمت المخصص ده لمقابله هبوط اسعار اوراق ماليه او لمقابله حدوث عدم تحصيل ديون. طيب لو المراجع بقى خد باله او خد وصل له ان الغرض من تكوين المخصص انتهى، خلاص الديون المشكوك في تحصيلها لا الناس سددتها، خلاص فعليه بقى انه يحصل ايه، الفائض من المخصص ده يرجعه لحساب ارباح وخسائر في الجانب الدائن في بند مستقل. تمام، طيب كمان حاجة المراجع لازم يتأكد منها، لازم يتأكد ان اساس تكوين المخصصات ثابت من سنة للتانية، يعني كل سنة انت بتكون المخصص بناء على مثلا نسبة حكمية او بناء على دراسة انت بتعملها وبتبدأ تكون المخصص. لو انت غيرت اساس التكوين لازم يكون عندك كشركة مبرر، ولازم المبرر مراجع يقتنع بالمبرر اللي بتقدمه لايه الشركة. كمان المراجع لازم ياخد في الحسبان اي معلومات او بيانات حصل عليها في الفترة من تاريخ اقفال الحسابات لحد ما ينتهي من عملية المراجعة. اي المعلومات او البيانات دي ممكن تأثر على مبالغ المخصصات المطلوب تكوينها، يعني مثلا على سبيل المثال كان في عنده مثلا مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، وحصل ان احد المدينين سدد الديون بعد تاريخ اقفال الحسابات،
ده هنا هيأثر على مبلغ المخصصات، فبالتالي لازم المراجع ياخد اي معلومات او بيانات متعلقة بالجزء ده. كمان حاجة، مش من واجب المراجع عندي ان هو يقوم بتكوين مخصصات لازمة او ان هو يحسب المخصصات. كل اللي عليه ان هو يفحص كفاءة المخصصات، لو شاف ان المخصصات دي غير كافية وما قدرش يقنع الادارة بتعديلها، يعني هو مش مطلوب منه انه يقول لك انا هكون مخصص ديون اشوف تحصيلها او هكون مخصص ديون هبوط اسعار اوراق مالية، لا، هو انت كشركة مكونة مخصص، هو يفحص المخصص اللي انت مكونه بناء على مستندات وبيانات ومعلومات عنده، بعد كده هيحسب المخصص ده مظبوط، انت حاسبه مظبوط، انا لا مقدر المخصص بطريقة تانية، فهو يقول له لا انت في عندك عدم كفاية او في مبالغة في اعداد المخصص، فبالتالي لازم تعدله. لو الادارة عدلته تمام، الادارة ما عدلتوش فلازم يشير ده في تقريره للمساهمين. لو كان شاف ان مفيش مغالاة في حسابه، عليه ان هو يصر انه يحول الزيادة فيها لزيادة ارباح او خسائر او احتياطيات، عشان الميزانية اللي احنا بنستخدمها او الميزانية بتكون معبرة عن المركز المالي. ولو حصل ان ما حصلش تحويل للزيادة دي للارباح والخسائر او للاحتياطيات، فبالتالي لازم المراجع يشير لده في تقريره. تمام، يبقى المراجع لازم نكون عارفين ان هو غير مسؤول عن تكوين المخصصات، ولكن عليه انه يفحص المخصصات دي ويتأكد انها موجودة كفايتها، وانها معد مستخدمة في الغرض المعدة ليه، وان اساس تكوينها سليم، وان ما حصلش اي تغيير مغالاة في قيمتها. تمام، طيب بكده نكون خلصنا الجزء الاول من الفصل المتعلق به المخصصات. المحاضرة الجاية هنتكلم فيها عن الاحتياطيات. نراجع من اللي احنا خدناه في المحاضرة دي، احنا تعرفنا معنى كلمة المخصص، وعرفنا انواع المخصصات، وخدنا بعض الامثلة للمخصصات، واهم حاجة كانت عندنا اللي هو موقف المراجع الخارجي من المخصصات بصفة عامة. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ مع بعض نتكلم على الاحتياطيات. شكرا.